للتعليق على هذا الأمر ينضم إلينا هاتفيا من موسكو الدكتور عمرو أديب أستاذ العلاقات الدولية. ضيفي الكريم، بعد التحية نتابع الآن، أو منذ قليل تابعنا دخول مركبات عسكرية روسية إلى الأراضي الأوكرانية. السؤال هنا عن هذه العملية، هل هي محدودة كما أشارت موسكو أم كما يتخوف البعض من أنها ربما تمتد لأيام وأيام؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اولا يعني الايام السابقه علمتنا الا نستمع الى القيادة السياسية الروسية، لان كل ما يقولونه يعني مختلف تماما عن ما يدور فعليا. العملية العسكرية بالفعل بدأت، الهدف لم تبدأ اليوم، هي بدأت منذ يومين بالضبط عندما بدأ الغرب يتعامل او يوقع العقوبات الشديدة على الاقتصاد الروسي، ولذلك روسيا لم ترى اي مشكلة في انهاء هذه المشكله تماما. اوكرانيا بالنسبه لروسيا والسياسه الروسيه مشكله منذ اكثر من 20 عام، منذ عام يعني بالضبط منذ عام 2004، منذ الازمه او الثوره البرتقاليه عام 2004 وحتى الان. ولذلك روسيا ارادت او تريد بالفعل ان تنهي هذه المشكله تماما. كيف تنهيها؟ باحتلال اراضيها كلها. ونظن ان العجله الحربيه الروسيه بدات، ومن الصعب جدا تتقفى الا باستسلام تام. وهذا حتى ما لمسناه في خطاب فولوديمير زيلينسكي امس الساعه 1 مساء بتوقيت موسكو، عندما يعني شعرنا انه كان يريد ان يبكي او انه يستسلم بشكل فعلي، ولكن الامور يعني بكل صراحه غير واضحه تماما. الواضح تماما لدينا ان عجله الحرب قد بدات، وعندما تدور عجلات الحرب يبدو ان من الصعب جدا ايقافها. لذلك الهدف الروسي الآن ليس فقط دنباس، الهدف الروسي هو إنهاء هذه المشكلة الأوكرانية تماما. هو قال ذلك منذ أكثر من 3 أيام، بوتين قال أن الناتو يريد القرب من حدودي، حسنا أنا سأقترب منه بنفسي. وهذه الكلمة يبدو أنها يعني يقصدها تماما، وسنرى الساعات القادمة يعني الجيش الروسي والجيش البيلاروسي بدأ عملية عسكرية حتى برية، وهذا يعني أن هناك هدف في الحصول تماما على أراضي أوكرانيا ووضع حكومة موالية تماما لروسيا داخل هذه الدولة. ولكن يبقى سيناريو واحد، وهو فصل غرب أوكرانيا الذي فيه القوميين الأوكرانيين الذين هم أساس المشاكل منذ عام 2014 وحتى الآن، الذين استولوا على السلطة في عام 2014 وحتى الآن. يعني الأمور بصراحة شديدة. دكتور عمرو، حضرتك ترى أنها عملية عسكرية حتى النهاية؟ حتى النهاية. أنا يعني مجرد الأطراف قلنا تماما أن نعم، كان الغرب يقول أن هناك تحضير عسكري لروسيا لأكثر من شهرين، وكانت الحضارة العسكرية موجودة، ولكن لا توجد أي نيات فعلية لروسيا لفعل ذلك. لماذا؟ لأن الغرب حتى الآن، حتى هذه الساعة لا يحترم روسيا. وحتى إذا نظرنا خطاب بوتين اليوم صباحا، الأمور كلها تدور في الاحترام، احترام الرغبة الروسية، احترام الخطوط الحمراء للأمن القومي الروسي. هو لم يستطع الوصول إليها من خلال المفاوضات، من خلال المطالبات، وقال ذلك بكل صراحة رئيس فلاديمير بوتين. لذلك موازين القوى في العالم غير متزنة، وعلينا أن نقوم بعمل ما لإصلاح هذه المشكلة. الكلام بشكل صريح، ويبدو حتى لو الأمور استمرت يعني أوكرانيا، ويمكن أن تكون هناك دول أخرى في القائمة لدى بوتين. يعني الآن ونحن نتحدث، المستشار الرئيس الأوكراني يتحدث عن هجمات صاروخية حالية لروسيا على الأراضي الأوكرانية. في مسألة أنها حرب حتى النهاية كما أشرت ضيفي الكريم، هناك من يتحدث أنها ضربة عسكرية ربما تفضي إلى حوار دبلوماسي بعد ذلك، كيف ترى هذا الاتجاه؟ هو حوار دبلوماسي، يعني عرفنا المطالب الروسية، هي واحد، عدم الحديث مرة أخرى عن ضم شبه جزيرة القرم، أي الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم، هذا نعم. مستحيل بالنسبة للغرب. اثنين، نزع أو إزالة الأسلحة الهجومية على أراضي دول بحر البلطيق وشرق أوروبا بأكملها تابعة لحلف الناتو. نعم. هل يستطيع حلف الناتو فعل ذلك؟ لا، ده هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، إيقاف كل العمليات العسكرية كانت يعني في ساعتها ضد دنباس.
هذا امر ايضا كان مستحيل، لان زيلينسكي نفسه لا يعني لا يسيطر بشكل كامل على الجيش الاوكراني، لا يسيطر بشكل كامل على الجيش الاوكراني. المطالب الروسيه فيها استحاليه، فيها استحاليه تماما من ناحيه الغرب ان تتوافق معها، ولكن ولذلك العمليه العسكريه هي كانت الملاذ الاخير بالنسبه لفلاديمير بوتين. وعلى فكره كلنا هنا كلنا يعني بمعنى كلمه كلنا حتى السياسيين متفاجئين جدا 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 من مساله القرار الحرب اليوم ده، يعني حتى القرار كان سري تماما لا احد يعلم عنه اي شيء. تحضير كان في اضيق الحدود، اضيق الحدود، ولكن تفاجاتهم جميعا حتى بعض السياسيين الكبار القريبين من بوتين نفسه. لا انا كنت متوقع بصفه شخصيه متوقع، ولكن لا اعرف، انا اتكلم على الخبر، انا لا اتكلم عن فكره الحرب، لا انا اتكلم عن توقيت وقرار الحرب، توقيت وقرار الحرب. ولكن توقيت وقرار الحرب هو الذي كان مفاجئا للجميع هنا، ولذلك يعني الامور بصراحه استاذ قاتمه حتى يعني انا نفسي انسان يعني، لكن هناك على الجانب يعني الاخر لكن الامور قاتمه على مستوى السياسه الغربيه الروسيه، ويبدو ان بوتين ذهب الى النهايه. بوتين ذهب الى النهايه كما تقول. طيب او ذاهب الى النهايه، ذاهب الى اي نهايه حتى تتضح الصوره؟ نعم، هو خطوه اولى في طريق الذهاب الى النهايه كما قلت انا والله كذا مره في اخر الايام السابقه. اي نهايه تقصد دكتور عمرو حتى يعني تتضح الصوره للمشاكل؟ نهايه المشاكل، تصفير نهايه المشاكل. نعم، المشاكل تصفير المشاكل هي عن طريق المفاوضات لم يستطع، لذلك هو بدا عمليات عسكريه. يعني طريق المفاوضات لم يؤتي وكله مع بوتين. نعم، لم يلقى احتراما من الغرب بصفه بشكل مباشر، لذلك هو بدأ في هذا الطريق، ويبدو أنه معه إلى النهاية، لأن شخصية بوتين تنم عن ذلك بشكل أو بآخر. منذ قليل خطاب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى شعبه، وهناك حشد تعبوي داخل أوكرانيا الحين، في حين أنه تم هناك أخبار بهروب سكان كييف إلى الجهات الغربية. نعم، الى الغرب، الى يعني الى المنطقه التي يتواجد بها القوميون الاوكران. نعم نعم، يعني هذا الامر يعني الا يشير الى شيء؟ يعني المواطنين الاوكرانيين يهربون من العاصمه الى مناطق النزاع. السيطره على كييف اصبحت امر واقع، يبدو ذلك، لان العمليه العسكريه تتم على جميع اراضي. ام هدف مرجو؟ أمر واقع. الجيش الروسي يمكن أن يعني خلال يومين بالضبط ماكسيمم يكون جوه كييف، الجيش الروسي هو على أرضه ولم يحتاج إلى نقل عتاده إلى دولة أخرى مثلا مثل سوريا، لا أمر واقع. ولذلك رأينا شكل خطاب زيلينسكي أمس، يعني لا أمر واقع. تابعته اليوم؟ يعني هل يعني للأسف الشديد أنا لم أتابع اليوم، أنا لسه بالضبط يعني من أقل من ساعة مستيقظ، لأن كنا طول الليل في طبعا هذا الموضوع أيضا. يعني أول شيء. نعم، الدكتور عمرو الأديب أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا هاتفيا من موسكو، شكرا جزيلا لك.